أعلنت وزارة الصحة والسكان زيادة أعداد عيادات البعثة الطبية المصرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى 17 عيادة بعد انتهاء إجراءات ترخيص 6 عيادات جديدة طبقا لاشتراطات وزارة الصحة السعودية. كما قدمت بعثة الحاجة الطبية خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج ل 2419 حاجة حتى أمس. قدمت فرق البعثة 402 ندوة توعوية في الفنادق وأماكن تجمعات الحجاج المصريين، حضرها 13864 حاجة. تضمنت الندوات معلومات عن كيفية الحفاظ على سلامة الغذاء وكيفية تجنب الإصابة بالأمراض المعدية في الأماكن المزدحمة خلال تأدية المناسك. وللمزيد مشاهدينا ينضم إلينا محمد حلمي موفد التلفزيون المصري ضمن البعثة الطبية المصرية للحاج محمد. بعد التحية، يعني جهد مشهود لوزارة الصحة والسكان وفيما له صلة بتوفير الرعاية والعناية الطبية للبعثة المصرية في الحاج هذا العام. بالفعل تحياتي لك رجائي، تحياتي للسارة من مقر البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة. بالفعل تم بالأمس تدشين أحدث العيادات الطبية بمكة المكرمة ليصل عدد العيادات إلى 17 عيادة طبية. هذه العيادة تابعة لحجاج السياحة، وأؤكد لك أن الخدمات العلاجية والطبية بل ووقائية من خلال فرق الطب الوقائي التي تقوم بإقامة العديد من ندوات التوعوية سواء بالمساجد أماكن تواجد الحجاج المصريين التي وصلت كما قلت في سياق الخبر إلى 402 ندوة. وصل عدد الحجاج اللي حضروا هذه الندوات إلى ما يقرب من 14000 حاجة. الجديد أن تم دخول بالمستشفيات منذ وصول ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة 23 حاج تم حجزهم بالمستشفيات بالتنسيق بين البعثة الطبية المصرية والسلطات السعودية. تم خروجهم جميعا عدا أربع حالات حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج، والفرق الطبية المصرية بتقوم بمتابعة هؤلاء الحجاج بالمستشفيات ورصد الحالات الجديدة التي تدخل هذه المستشفيات. أما الحالات التنفسية، مشاكل التنفس وصل إلى 27 حالة من بينهم 4 حالات كورونا، ولكن هذه حالات الكورونا أصبحت مثلها مثل حالات الإنفلونزا الموسمية، وبالتالي حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج اللازم. بالأمس قامت فرق الطب الوقائي بجولة تفقدية مفاجئة ل 16 عيادة بمكة المكرمة للوقوف على الخدمة العلاجية التي تقدم وانتظام وجود الأطباء بهذه العيادات واتباع الإجراءات الاحترازية التي تتخذ بهذه العيادات. أؤكد لك أن الحجاج المصريين الذين تم مقابلتهم من خلال في مكة المكرمة من خلال هذه العيادات أكدوا على القبول والاستحسان لما يلقوه على مدار الساعة من خدمات علاجية ووقائية بل وصرف الأدوية لهم بالمكان. هذا العام بيتم من خلال ميكنة العيادات وربطها بعضها ببعض بالبعثة الطبية المصرية. هناك ملفات لكافة الحجاج المصريين عن طبيعة أمراضهم، وبالتالي العلاجات متوفرة. هناك أكثر من 7 طن من الأدوية بكافة أصناف الأدوية تم توفيرها للحجاج المصريين، وبالتالي الحاج المصري بيلقى خدمة علاجية وطبية وقائية على مدار الساعة. هذه الخدمات التي تقدم بالمجان. نعم محمد، هل هناك تنسيق ما بين يعني إدارة هذه البعثات وأماكن العيادات الطبية هناك في مكة والمدينة مع مثلا يعني السفارة المصرية لإعلام الضيوف الرحمن من البعثة المصرية بأماكن تواجد هذه العيادات؟ بالفعل السؤال مهم رجائي. هناك تنسيق تام بين البعثات النوعية سواء البعثة الطبية المصرية أو بعثة الحجة التابعة للقرعة التابعة للداخلية أو السياحة أو التضامن الاجتماعي والسفارة المصرية بالتنسيق للتعرف على الحالات التي يتم رصدها سواء دخول المستشفيات حالات الوفيات، وبالتالي هناك تنسيق تام على مدار الساعة بين مسؤولي هذه البعثات، وذلك لتوفير الأجواء الروحانية لضيوف الرحمن على مدار الساعة.
أنا بشكرك شكرا جزيلا محمد حلمي، موفد التلفزيون المصري ضمن البعثة الطبية المصرية للحج.